دكتور محمود سعد مدير المشروع من كابيتالو مصر كلمني قال لي جالك عرض من نادي زد هتوافق ولا لا. فطبعا انا كنت فرحان جدا وقلت لامي وقلت لابويا طبعا فرحوا معايا فانا وافقت طبعا على طول. تعاقدت هناك معاهم ومضينا العقد وانا ليا 7 سنين العب كوره كنت اتمنى ان العب في نادي. طبعا كابيتالو مصر حقق لي حلمي. طبعا شفت كابيتالو مصر اصلا عن طريق التلفزيون فروحت الاختبارات كان الاختبارات دي كان في سوهاج. رحت اختبرت اول اختبار نجحت فيه قالوا لي تعالى بكره تاني برضو انا رحت نجحت برضو في التاني روحت البيت كنت فرحان ان انا اتقبلت في اول اختبارين. كلموني قالوا لي تعالى بعد شهر فرحت لهم في نادي الشمس اختبرت معاهم فنجحت. كلموني وقلنا ودونا معسكر قعدنا فيه لعبنا بطوله وطبعا كان معايا زمايلي في الفرقه برضو كانوا مساعديني برضو والحمد لله نجحنا برضو في المشروع ده ووصلنا نهائي كابيتانو مصر وخدنا الحمد لله. اتمنى ان ابقى لاعب كبير ان شاء الله زي محمد صلاح برضو. فانا طبعا ايه اجتهد عشان ايه ربنا يكرمك. فانا طبعا اجتهدت والحمد لله دي وصلت كابيتانو مصر وجالي زد الحمد لله. فان شاء الله بقى حاجه كبيره ان شاء الله. اولا ابويا اصلا كان يقول لي ركز انت ربنا يكرمك ركز اهم شيء في كورتك في الملعب اشتغل بدماغك اهم شيء تلعب على الارض الكوره بس. وامي كانت دايما تشجعني وتقول لي ربنا يكرمك وكانت دايما تدعي لي كانت تقول لي ربنا يكرمك ان شاء الله واشوفك زي محمد صلاح 2 فخر الصعيد. قلت لها ان شاء الله كنت العبها دايما كنت العب في الشارع على طول ما كنتش اروح ملاعب. رحت اول حاجه ملعب كان في تراب وملعب كان في تراب وكده ورمله. نزلت اتمرنت برده قلت ادوس على نفسي ان شاء الله ابقى لاعب كوره. فقلت اروح اكاديميات لفيت اكاديميات كتير يعني في عندي في محافظه هنا وربنا الحمد لله كرمني ولقيت كابيتانو مصر دخلت وربنا كرمني ورحت نادي زد. والله طموح ان انا ان شاء الله ابقى لاعب زي محمد صلاح وزي كريستيانو رونالدو طبعا وزي مبابي زي اللعيبه دي ان شاء الله. طبعا هو ما فيش حاجه اسمها مستحيل في الكوره طبعا اجتهد عشان ربنا يكرمك برده واحترف بره مصر ان شاء الله طبعا وابقى زي محمد صلاح. شرف كبير برده يعني ان انا ابقى في منتخب مصر واحقق معاهم كده كاس امم افريقيا كاس العالم ان شاء الله. دي حاجه برده مش صعبه ان كاس امم العالم ده ما نجيبهوش. فبقول للناس اللي هي داخله كابيتانو مصر 2010 2011 مثلا اجتهد واحلم اهم شيء تحلم ان ربنا هيكرمك. طالما حطيت هدفك انك انت عايز تبقى لاعب كوره حط رجلك حلم. طبعا انا حلمت ان انا شوف من كابيتان من اختبارات عادي كنت خايف انصف في الاختبارات فطبعا نجحت فيها وكنت حابب ان انا العب برده كوره ومن انا من صغري.